شيل ايدك انت اهو. بقى لله شد حيلك. اللي عملته ده في اخويا سليم هتدفعه ثمنه واحد واحد. محدش عمل فيه حاجه، هو اللي عمل كده. بلاش كلام لانه ملوش معنى. دم الصفونيه غالي قوي، ده اللي انتوا ما عملتوش حسابه من الاول. يلا صدام. أنا بجد آسفة إني وقعتكم في المصيبة دي. مفيش ذنب في حاجة، هما اللي حطونا في كل المشكلة دي. بس ده ما يمنعش برضو يا سليم إن إحنا لازم نحرص اليومين اللي جايين دول. مبدئياً كده ريم وفاتن وندى مش هيرجعوا بيتهم تاني. أنا هشوف لهم مكان أمان عندنا، يبقوا تحت حماية رجالتنا لغاية ما الأمور تهدى. كده أفضل وأأمن. ماشي. المهم بقى أنا عايزك تفكر هتتصرف إزاي مع أكرم.